انت مستعجل ليه؟ عشان نوت بوك. هتعمل لنا ايه النهارده؟ اه براحتي خالص يا براحتي يا اختار خالص. اه براحتي اختار. اه اختار واختار. اختاري. طب انا عايزه اساب ليه؟ انت عايزه تعمل عايزه اساب ليه؟ اه ده انت كده جايه في الجون. انت بتقرا الطالع ولا ايه؟ انت عامل ساب ليه؟ يبقى انت بتقرا من سكريبت. لا ما بتقرا الطالع. انا نفسي في ساب ليه. هنعمل لك سابليه بالفانيليا. اوبا. وبالشوكولاه وبالريد فيلفيد وباللوتس بالمربى. يعني انت عارف بالمربى طبعا اللي هو الفانيليا. هعمل لك مربات مختلفه كمان. هعمل لك بالتوت الاسود وبالتوت الاحمر وهعمل لك بالمشمش وهعمل لك فراوله كل اللي انت عايزاه. فين بقى شكله ايه عشان نورينا؟ لا مش موجود هنا لسه هوريهولك هنا. طب بيحضروا ايه المشاهدين؟ هيحضروا عندنا 1 2 3 مقاديرنا سهله جدا. 1 2 3 زي الغريبه؟ زي الغريبه بس بيزيد عليه الابيض بيض وبيزيد عليه الدقيق. اوكي. 1 2 3 لو حضرتك كل مقاديرنا اذا كان في الكحك او البسكوت او البوتفور او الغريبه او معمول او لانجشاير او برازق كل مقاديرنا مجربه ومعتمده يعني تجربت على الفرن بتاع البيوت ومره واثنين وثلاثه مش على الفرن بتاعه المصانع او بتاع المحلات الكبيره يعني تنجح معاكي في البيت بس حضرتك تتبعي الطريقه السليمه والتكات السليمه هيطلع معاكي المنتج زي الفل ويضاهي اكبر محلات في العالم مش في مصر. اهو ده السابليه يا جماعه بكل انواعه واشكاله يا جماعه. اللي هيعمل الوصفه ورا الشيف حسن هتطلع ان شاء الله نفس الطعم. واي حد فاته اي حاجه يقدر يدخل على شاهد ويشوف كل حلقاتنا مقاديرنا موجوده على شاهد من ساعه. طب انا هسيبك بقى واسبق على المطبخ ولا اعمل ايه؟ بص بص على الحاله. حلاوه حلاوه. انا طبعا الكلام فكرة ده فكره السابليه يا ابو سينا انك عندك اي اشكال قطعات تقدر تعمليها. العجينه تعمليها بالفانيليا بالشوكولاته بريد فيلفت باللوتس. الله انت عامل قلوب كمان. كل القطعات احنا عاملين حاجات للاطفال كتير. اه عاملين افكار كتير قطعات تجيبيها تفرح الولاد وتفرد انت والولاد يقطعوا ويسووا حاجتهم بنفسهم عشان دي لها طبعه في دماغهم. انت عامل القطعات جايبها جايب القطعات على اساس للسابليه على اساس ونعرف الحجم بتاع الارتفاع بتاع عجينه السابليه قد ايه عشان يبقى كريسب. واحنا شلنا البيض الكامل وحطينا ابيض بيض عشان يبقى كريسب. لو عملت ايه السابليه يبوظ مني؟ لو عملت لو انت زودتي بعد ما ضفت الدقيق لان التكنيك بتاعه بتخلطي السكر مع الزبده لحد ما يبقى كريمي وتدي له الابيض بيض وبعد كده بتنزل عليه بالدقيق. لو انت زودتي الخفق في الدقيق فيعمل معاك عرق يتقطم منك وانت بتفرديه عشان يبقى متجانس وتبقى انت اول ما يختفي الدقيق تفصلي المكنه او توقفي عن وتدخليه الثلاجه ياخد تبريد عشان الجو حار وتفرديه على الرخامه فوق دي وتحت دي بسمك نص سم. حلو قوي النصايح دي لان بيخلي ست البيت تتفادى. هو الشيف حسن اوريدي مجرب كذا مره فبيقول لكم الحاجات اللي تتفادوها بدل ما نقعد نجرب ويبوظ ويبوظ بالظبط كده ونجرب تاني ويبوظ. فانت دي الخلاصه الحقيقيه. دي الخلاصه بالظبط كده.